حاجة نتكلم عن كذا بوينت. يعني هو أول حاجة إحنا عندنا يعني إحنا بنتكلم دلوقتي على ويب أبليكيشن, والمفروض إن هو في ماشين ليرنينج. فده معناه إن إحنا بنتكلم عن ثلاث حاجات مع بعض. أول حاجة الويب أبليكيشن أصلاً فيه فرونت, تمام, وفي باك. هل ده اللي هو الويب عادي؟ هل الباك اصلا بتاعه في ماشين ليرنينج؟ تمام, معنى كده ايه؟ بنتكلم عن ثلاث اجزاء. انا هشرح دي وهشرح دي, مش هشرح الفرونت اند يعني بحك HTML و CSS و جافا سكريبت حاجه كده على هادي طبعا نفسكم يعني, بس انا هشرح لكم ده يعني ايه اصلا وبتعمل ازاي, وده يعني ايه وبتعمل ازاي, وانتوا هتضيفوا عليهم جزء الفرونت بس وكده يبقى ذات. تمام, اول حاجه نتكلم بقى عن ماشين ليرنينج. طيب حد ياخد الهوست؟ طيب عشان انا مش هبقى فاتح التاب اصلا. حد فيكم مركز قوي ياخد الهوست عشان يركز مع اللي بيدخله او كده؟ ماشي, هات الهوست كده. وزاري يا عم زهرالي برضو. طب ما علينا زي ما احنا, وعلي كان ان تشيك فيرجن. حلو, فده اول حاجه. فبالتالي اول حاجه هنشرح بس جزء الماشين ليرنينج, يعني ايه ماشين ليرنينج اصلا. تمام, فبصوا الماشين ليرنينج بشكل عام هي او الاي اي بشكل عام, مش الماشين ليرنينج كمان اللي هي الفيلد الاكبر منها. تمام, هي اي يعني هو عباره عن كود او بروجرامينج. تمام, بتعمل تاسكات احنا ما بنقدرش نعملها بروجرامات يعني بويز بروجرام. يعني ازاي يعني ايه بالظبط؟ يعني انا دلوقتي مثلا اقدر اكتب كود يعمل لي جي اي مثلا. هل ده كلام زي الفل؟ اكتر اقدر اكتب كود يعمل لي ويب ابلكيشن زي الفل, ده حاجه اقدر اكتبها فتعمل. لكن الماشين او الاي اي هو كود بكتبه بيعمل لي حاجه انا ما بقدرش اعملها اصلا. يعني زي مثلا انا عاوز ايه بريدكت اللي هو مثلا الناس هتنجح ولا تسقط. حلو, بناء على 10 عوامل مثلا. انا عشان احط الكونديشنز ان 10 عوامل كلهم مستفيد, فانا هكتب اف ستيتمنت تقريبا للصبح. حلو, هكتب حوالي 10 بار 5 مثلا اف ستيتمنت او حاجه زي كده. حلو, فدي حاجه مش هقدر اعملها, يعني الانسان ما بيقدرش يعملها. فده بيجي هنا دور الماشين ليرنينج بالظبط بقى, ان هو هي بتبريدكت, هي كود صغير بكتبه بيغنيني عن الاف ستيتمنت دي كلها. تمام, تمام. طب الماشين ليرنينج اصلا بيشتغل ازاي؟ طيب الماشين ليرنينج بيشتغل ازاي؟ والله اول حاجه هو الماشين ليرنينج هنفترض مثلا هي حاجه زي بوكس كده. تمام, هي ليها كذا انواع, يعني نتكلم عن اول نوع منها دلوقتي وبعد كده هنشوف انواعين ثانيين. الماشين ليرنينج هو ده الماشين ليرنينج موديل. تمام, ده الموديل. تمام, هل ليه حاجتين؟ دي انبوت, ده انبوت هنسميه اكس دلوقتي, ودي اوتبوت هنسميه واي. يعني ايه؟ يعني انا بحاول اكستمايز البوكس دوت على قد ما اقدر, بحيث ان انا لما ادخل اكس يطلع لي واي. بمعنى مثال صغير قوي, لو انا دلوقتي قلت لك ان انا عندي انبوت ده واحد واوتبوت هو اثنين. حلو, الكستمايزيشن هيبقى عباره عن لينير ايكويشن عاديه فيها ايه؟ بتاخد الاكس ده وتضربه في اثنين, صح كده؟ انا اقول هنا 2 اكس. حلو, تمام. فبالتالي انا لو دخلت مثلا اكس ب 4 هو باي ديفولت هو يعرف يطلعها ان هي تبقى 8. حلو كده, حلو. فهي دي الماشين ليرنينج, هو انا بحاول, ده الماشين ليرنينج موديل, هو شويه كاستمايزيشن انا بحاول اعمله الموديل ذات نفسه, بحيث لما يدخل لي اكسات معينه يطلع لي وايات معينه. طبعا هو ده مثال صغير يعني, بس هو الفكره بقى ان الموضوع بيكون كومبلكس اكتر من كده بكتير يعني. تمام, فده اول بارت. الموضوع بقى بيمشي ازاي بالظبط, او البوكس ده عباره عن ايه, او الحاجات دي كلها؟ كانك سيت تقريبا على ميتا ستيكه تحت القلم بدل انت بتعمله ده, يعني اي حاجه مش بعدين يعني. الموديل بقى بيبقى عباره عن ايه بالظبط؟ والله هو شويه حاجات. يعني انا دلوقتي مثلا قلت لكم شويه بوكس وبيدخل له اكسات وبيطلع غلط. حلو, فالموديل دوت باختصار بالظبط بيكون عباره عن ماثيماتيكال ايكويشن. تمام,
الماثيماتيكال ايكويشنز دي فيها ثوابت الموديل بالضبط او في مرحله من مراحل الماشين ليرنينج اسمها تريننج دوت هو ان انا احاول الاقي احسن ثوابت. يعني ايه؟ هندي مثال صغير قوي. انا دلوقتي مثلا قلت لك ان في موديل اسمه لينير ريجريشن. من اسمه لينير ريجريشن ده معناه هو لينير، هو معادله خط مستقيم عادي. حلو. فاللينير ريجريشن دي مثلا ايه المعادله بتاعتها كده واي بتساوي اي اكس بلس بي. حلو. ده بافتراض ان انا عندي انبوت واحد. يعني ايه؟ انا عندي انبوت رقم معين. حلو. وعندي اوتبوت رقم معين. فالمطلوب مني او مرحله التريننج ان انا الاقي احسن ايه واحسن بي بيحققوا لي المعادله دي او بيحققوا لي الفاليو دي. حلو. في المثال مثلا احنا كنا سائلينه هو ايه هنا هتبقى باثنين والبي اتش ار زيرو. حلو. حلو. طبعا هو ده فكره عامه او فكره بسيطه قوي عن اللي بيحصل، لكن هو اصلا في الطبيعي انا ما بيبقاش عندي اكس واحده، انا بيبقى عندي 50 اكس مثلا ومعاها واي واحده، فبالتالي هنا البي بتاعي بي اكس 2 بلس سي اكس 3 وهكذا. تمام. فالانبوت مثلا بيكون عباره عن ايه؟ انا مش عارف ان دي بس عشان البتاع واقف. اسمعني شوف يا شباب بس عشان اخير درس يعني ده بسيط. هو مثلا ايه بقى يعني كمثال زي اللي احنا قلنا دوت الانبوت عباره عن ايه؟ عباره عن ليست كده. تمام. فيها بدل حاجه واحده زي ما احنا كنا قايلين يبقى ثلاث حاجات مثلا واحد واثنين وثلاثه. حلو. والاوتبوت بتاعهم هيكون مثلا خمسه. حلو. فهو الفكره في مرحله التريننج انا اللي بيحصل بالظبط او اللي انا بقول للكمبيوتر بالظبط ان انا معايا انبوت اسمه اكس. تمام. واوتبوت اسمه واي. اتاكد بس هندخل ده اوتبوت اسمه واي. تمام. وانت اعمل موديل حاول توصل من اكس لواي. دي ليه بقى؟ ليه اصلا الموضوع ده؟ عشان لما ادخل لك اكس انا مش عارف الواي بتاعتها انت تعرف تطلع لي الواي. فاهمين قصدي؟ بمعنى ايه بقى؟ ان نتكلم مثال حياتي شويه. انا دلوقتي معايا شويه ايميلات. حلو. عاوز اعرف هو الايميلات دي سبام ولا لا. يعني اكيد اللي هو الميل بتاعنا دوت اللي هو بيميل اهو. تمام. هنا مثلا الميل بتاعنا هنلاقي ان في حاجه هنا خانه اسمها سبام. حلو. شايفين السبام دي تطلع ازاي اصلا؟ السبام دي هي فعليا هو بيكون كلاسيفيكيشن معمول بماشين ليرنينج موديل. ازاي؟ انا معايا شويه ايميلات كتير قوي. تمام. وانا عارف هي سبام ولا لا. يعني انا اوريدي عارف هي سبام ولا لا. فانا كل الحوار ان انا ببني موديل بقول له ان الميل ده خد الميل دوت اعمل تريننج عليه الميل ده سبام والميل دوت مش سبام والميل ده سبام وهكذا. بحيث لما يجي لك ميل جديد انت اللي تعرف تطلع لي هو سبام ولا لا. فاهمين قصدي ولا ايه؟ معايا ولا ايه الدنيا؟ شباب تمام. فانتوا فاهمين الفكره؟ فهي هو ده كل الحوار. الموضوع ده بيحصل ازاي بالظبط؟ زي ما قلت لكم هو بيبقى موديل وانا اللي بحاول اعمل له كاستمايزيشن. المودلز دي انواع. هي المودلز اللي انت اللي هو الدكتور خلينا تختاروا منها دي هي كل واحد الفرق بينها وبين الثاني ايه؟ هو كل واحد ليه ايكويشن غير الثانيه. يعني مثلا هو ما حطش الموديل بتاع لينير ريجريشن. هو لو حط الموديل بتاع لينير ريجريشن هو الايكويشن بتاعته كده هي واي بتساوي اي اكس بلس بي. حلو؟ حلو. طبعا لو في كذا فيتشر يعني انا لو شغال على فيتشر واحده اللي هو انبوت بس لو مثلا ايدج والسالري مثلا يعني او الاكسبيرينس مثلا عدد السنين بتاع الاكسبيرينس وده السالري بتاعك مثلا. حلو. فانا كده عندي اكس واحده. طب انا عندي مثلا اكسبيرينس وانت متخرج من كليه ايه؟ فانا كده عندي تو فيتشرز. حلو. طب لو معايا فيتشر ثالثه فانا كده عندي ثلاثه فيتشر وفي فوق الثالثه. طبعا كل دوت في حاجه اسمها بايس في الاخر اللي هو بيكون حاجه كده مش مضروبه في الاكسات. طب ليه الكلام ده بيحصل اصلا؟ عشان ساعات بيكون معايا انبوت هي صفار بتصفر لي الخط ده اصلا. حلو. فبالتالي لو الخط ده اتصفر يعني مش هبقى انا استفدت حاجه. تمام. فالبايس دوت عشان لو حصل اي شيفتنج. يعني احنا لو كنتوا فاكرين احنا كنا واخدين انواع ايرورز كده كان في حاجه اسمها بايس ايرور. فهو ده هو دي هي دي لازمته ان احنا بنحط حاجه اسمها بايس عشان لو في اي شيفتنج حصل ده يلغي. تمام. ده كل الموضوع اللي في البيزكس بتاع الماشين ليرنينج. ايه اللي طب عشان اعمل موديل بقى ايه اللي بيحصل؟ والله ان انا ببني حاجه كده ده الموديل بتاعنا اللي هو مثلا دي الايكويشن بتاعتي. تمام. وادخله الانبوت بتاعه اكس. تمام. وبيطلع الاوتبوت بتاعه واي. حلو. فهو الموديل عشان يعرف اصلا يوصل بالاكس والواي هل هو بيقعد يجرب في الثوابت دي يعني مثلا يختار هنا واحد وهنا زيرو وهنا واحد وهنا اثنين ولما يوصل لاحسن رقم؟ ما بيحصلش كده خالص. لان انا لو فضلت اعمل كده انا بتكلم مثلا في 20 فيتشر فهو كده هيفضل يلوب
فترة مش طبيعية. حلو؟ طب ما هو بيعرف يستوعب دي ازاي؟ والله بيعرفها بحاجة اسمها اوبتمايزيشن، احنا واخدينها برضه في النيوميريكال السنة دي. يعني ايه؟ اقول لكم حالا دلوقتي. هو بيشتغل بحاجة اسمها جريدينت سنت في الاوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن احنا واخدينها ايه؟ كانت كده صح؟ الاوبتمايزيشن مثلا لو كان عندي جراف كده تمام؟ حاجة شبه كده. فانا كنت بقدر اجيب المينيمم بوينت او الماكسيمم بوينت صح كده؟ صح. فهو الجراف دوت هو ده اللي بيحصل بالظبط، هو ده جراف الويتس او جراف الثوابت اللي عندنا. حلو؟ فالثوابت دي هي مرسومه على الجراف، فهو بطريقه ما بيحاول يوصل للاقل الثوابت فيهم تديني يعني يكون فيها ايرور، يعني الجراف دوت مرسوم بين الكونستانت تمام؟ ومقدار الايرور اللي بيطلع لي. حلو؟ وهو بيحاول بطريقه ما ان هو يوصل لاقل ايرو. ازاي بيحصل الكلام دوت؟ والله تعالى نتكلم كده نوت بوك مثلا. والله ازاي ده بيحصل بقى؟ اول حاجه انا عندي ايكويشن مثلا. حلو؟ الايكويشن دي هي واي بتساوي ايه؟ اكس بلس بي، ده اللي احنا قلنا عليها. حلو؟ هو اول حاجه بيعمل ايه؟ بيكون مثلا عندي اكس بواحد والواي بتاعتها باثنين مثلا. حلو؟ فهو ايه اول حاجه بيحاول يعملها؟ يحاول يفرض ثوابت من عنده. فهو مثلا بيقول A بيساوي واحد والB بيساوي واحد. حلو؟ حلو. وبعدين بيعوض في الإيكويشن دي، فأنا عندي Y بس حاجة اسمها Y داش. حلو؟ بتساوي الـ A قلنا بواحد والX قلنا إن هي بواحد برضو، فكده واحد زائد واحد بيساوي اتنين. حلو؟ لو بعد كده بيحاول يوصل للإيرور بتاعه. الإيرور هو إيه؟ الفاليو الحقيقية أصلا بتاعت الواي اللي هي الاثنين، بس الفاليو اللي أنا طلعتها. حلو؟ هو بحظنا الاثنين طلعوا شبه واحد، فهنا مقدار الايرور أصلا بتاعي هو عبارة عن اثنين ناقص اثنين، فكده إيه الايرور بزيرو أصلا، هو كده أحسن حالات. حلو؟ طب لو هو مش كده، يعني زي مثلا إن إحنا كنا بنخيل إن دي مثلا بخمسة، فده كده تبقى خمسة، فدي هتبقى ستة. حلو؟ هو يحاول يحصل دي ستة. فدي ايرور، ففي ايرور فيه، بيحاول يعمل اوبتمايزيشن للموضوع عشان الايرور ده يبقى اقل ما يمكن. بيعملها ازاي؟ بيجيب الدريفاتيف بتاع دي، لان في الاول في الاخر الايرور دي عباره عن فانكشن. حلو؟ بيجيب الدريفاتيف بتاع دي بينها وبين الويت ويحاول يحل المعادله دي. تمام. الفكره يعني الباك جراوند اصلا من الموضوع دوت فككم منه، مفيش عادي، انا بس حاولت افهمكم الموضوع بيمشي ازاي. هو الفكره زي ما قلت لكم، هو الموديل اللي انتم مختارينه دوت في التشيت هو ده عباره عن مفهوم ماثيماتيكال ايكويشن، بيدخل لها اكسات معينه وايات معينه. الاكسات دي هو بيحاول بيروح يحسب الايكويشن عادي، بيجيب حاجه اسمها واي داش او واي هات. حلو؟ واي هات دي القيمه اللي انا طلعتها، بس انا بحاول اوصلها للواي. الواي دي اللي هي القيمه الحقيقيه. حلو؟ طب اعمل ايه عشان اوصلها لواي؟ بحسب حاجه اسمها ايرور فانكشن او كوست فانكشن، وبحاول اعمل اوبتمايزيشن بحيث ان انا اقلل الثوابت دي، ان هي مثلا بعد كده تكون اربعه، بعد كده تكون اثنين، بعد كده تكون واحد. فكده انا وصلت لاحسن الكوست، لاحسن ثوابت عندي هي تطلع لي احسن الاكياس. حلو؟ ده الباك جراوند بيشتغل كده. هل احنا كماشين ليرننج او اللي احنا هنكتبه دلوقتي له علاقه بالكلام ده؟ لا. هو دوت انت لو جيت تدرس ماشين ليرننج هتحتاج الكلام ده. حلو؟ في حد عنده مشكله في فهم الباك جراوند اللي هي ملهاش لازمه خالص في البروجكت بتاعنا؟ كمل يعني. هي اسر كانت بتسال ليه الايرور بيكون زيرو؟ ليه الايرور بيكون زيرو؟ هو الفكره ان انا بحسب، انا بستخدم فانكشن ايرور معين. انا كده هتحتاج فقرات بس ما علينا. انت الايرور او الكوست فانكشن بتستخدم فانكشن معينه، يعني في كذا انواع فانكشن. في حاجه اسمها مين سكوير ايرور مثلا، تمام؟ في حاجه اسمها افريج سكوير ايرور، وفي كذا فانكشن كتير قوي. حلو؟ فالفكره مثلا مين سكوير ايرور دي بتشتغل ازاي؟ وكل الحوار انا بجيب الفرق بين واي مثلا واي ناقص واي هات. حلو؟ سكوير ده الكوست فانكشن، هو بيروح يحسبها. حلو؟ الايرور دوت رقم كبير. حلو؟ فهو بيحاول يقلله على قد ما يقدر. يقلله ازاي؟ عن طريق ان هو يحسب الدريفيتيف بين الايكويشن دي وبين الثوابت اللي فوق ويعوض فيها، فبالتالي هيكون عنده الانونز بس هي الثوابت. فهيجيب بقى، هيجيب فاليو بعد كده هيقول لي، يقول بي بتساوي بي ماينس بي او دي بي اللي احنا طلعناها. دي بي ده اللي هو الحاجه اللي انا هماينصها من البي بحيث ان هي ايه تتحسن او تنزل على الكيرف اللي احنا الكيرف احنا رسمين دوت. هو مثلا كان بي هنا. حلو؟ فانا عشان ماينص منها بي معينه هتبقى هنا مثلا. حلو؟ طب في الايتريشن اللي بعدها هتبقى هنا، الايتريشن اللي بعدها هتبقى هنا، لحد ما نوصل للحاجه دي. انا عملت شويه ايتريشن، بس الايتريشن دي هي قليله مش كتيره.
مش زي ما انا كنت اقعد الوب على كل السبب اللي عندي بحيث ان اوصل لاحسن سبب. حلو. طب مثلا لو حد عنده مشكله في فيم الباك جراوند يعني هو يسالني اولا، بس لو حد عنده مشكله اصلا مش مهم يعني مش هنحتاجه في البروجكت اصلا. يعني ده لو حد عاوز يفهم ماشين ليرنينج بعدين. تمام. حد عنده مشكله حضرتك؟ طب لو في حد، لو حد بس بيبعت هو ايه بس كده تمام كله فل. طيب تمام. الفكره بقى ايه الموديل بيشتغل ازاي؟ زي ما قلنا تمام في الاول خالص ان احنا عندنا فرونت اند وعندنا باك اند. ده الباك جراوند بتاع الماشين ليرنينج اللي هي اصلا المفروض بيشتغل عليها عامه بعدين، بس مش وقتها خالص دلوقتي. حلو. حلو. زي ما احنا قلنا في الاول خالص ان احنا عندنا حاجتين، عندنا فرونت اند تمام وده مش هتكلم عنه، وعندنا باك اند تمام وده اللي هو المهم. والباك اند دوت فيه ماشين ليرنينج. حلو. بصوا مثلا الماشين ليرنينج عشان ابني الموديل اللي هي مرحله التريننج اللي انا كنت لسه بكلمكم عنها من شويه دي، هي على حسب الداتا بتاخد وقت كبير. يعني مثلا ممكن اوريكم حاجه من شويه، او انا كنت لسه ببني موديل عامه من شويه، فالموديل ده خد معايا تقريبا 4 ساعات. حلو. اكيد مش وانا بريفرش الموقع هسيبه ياخد 4 ساعات، اكيد دي مش بتحصل. حلو. فهي دي الفكره، هي دي البوينت عامه، ان احنا بنحاول نعمل تريننج داتا. يعني احنا بنعمل تريننج للموديل تمام، بنوصل لاحسن موديل عندنا. حلو. ده احسن موديل عندنا، بعد ما نوصل له بنسيبه عندنا، بنعمله سيف. حلو. ليه بنعمله سيف؟ عشان نستخدمه بعد كده دايركت، مش هنقعد نعمله مش كل مره حد هيحاول يبريدكت حاجه هنعمل سيف. يعني فاهمين قصدي؟ انا ممكن احاول اقول حاجه، يعني ثواني، ثانيه واحده بس اوريكم المثال اللي انا بقوله دلوقتي. بصوا ده اكزامبل اللي احنا بنتكلم فيه تمام. دوت حاجه بيعمل كلاسيفيكيشن للايمج. حلو. الموديل بتاع الكلام دوت خد مننا 4 ساعات و24 اشتغل. حلو. طب هل انا عامل كده مثلا اخترت ايمج معينه، ان كان ايمج مثلا اهي تمام، دوس بريدكت، هل هو استنى هنا ال4 ساعات؟ لا. ليه ما استناش ال4 ساعات؟ لان الموديل اصلا عندي جاهز. لو انا ما جهزتش الموديل، او لو انا عملت كل مره حد يدوس كلمه بريدكت دوت يطلع له تريننج، يعني لو انا كل مره ادوس هنا يعمل تريننج من الاول، فهو كل مره ياخد 4 ساعات. فعشان كده احنا ما بنعملش كده. هو الفكره ان البروجكت بالظبط هيكون عباره عن ايه؟ ان انا هعمل تريننج الموديل وهعمل له بعد كده سيف. هعمل له سيف دوت بطريقه معينه هنقولها دلوقتي تمام؟ بعد ما اعمل له سيف هبدا استخدمه دايركت. استخدمه في ايه؟ في اقل من ثانيه. اللي هو بعمل ايه؟ بعمل له لودنج. انا عملت له سيف، بعد كده بعدين اعمل له لود، بعد كده بشتغل بيه جاهز تمام؟ فدي اول حاجتين. اول حاجه هنعمل تريننج تمام؟ بعد كده نعمل سيف للموديل، وبعد كده نستخدمه في الباك اند جاهز. فبالتالي الربط من الاثنين دولت ان انا ببني ده لوحده تمام، بعد كده اعمل له سيف، بعد كده هنا بروح اعمل ايه؟ لود للموديل تمام؟ حد عنده مشكله في الحته دي خالص؟ هوريكم عامه مثال دلوقتي. هل انا بعمل موديل ازاي اصلا، او بيكون عندي اصلا موديل ازاي؟ اول حاجه هو في داتا ببني عليها الموديل، زي ما قلنا ان احنا معانا شويه اكسات ومعانا شويه وايات بنبني عليهم موديل، وفي الاخر خالص بنقول له لو جالك اكس معينه ما يعرفش الواي بتاعتها كام اصلا، طلع لي انت الواي بتاعتها. حلو. فده اللي احنا هنعمله بالظبط. معانا شويه اكسات وشويه وايات. الاكسات والوايات دول بقى فين اصلا؟ اول حاجه هو في الداتا بتاعتنا، الداتا اللي هو الدكتور مديها لنا. حلو. فاحنا دلوقتي عشان نقرا الداتا، لو احنا بنتكلم عن اول 2 داتا سيتس بس مش الثالثه ولا الرابعه تمام، فالداتا بتاعتنا يعني اول حاجه نحتاج 3 باكجز، امبورت بانداس، دي اللي احنا هنقرا ونعرف نتعامل بيها مع الداتا تمام، وامبورت لامباي، دي بس بنستخدمها في حاجات اضافيه كده يعني عشان نستخدم اللامباي اريز اللي هي بتكون سريعه معانا تمام. نكمل. وهن امبورت اس كي لير، بس دي مش هنمبورتها كده يعني، هي بتمبورت جواها حاجات منها. اس كي لير دي اللي هي فيها المودلز بقى، يعني الموديل اللي احنا قلنا ان هو بياخد الفاليوز وبعد كده يعمل اوبتمايزيشن والحوارات دي كلها، احنا ممكن نكتبها بايدينا بس اكيد مش هنكتبها بايدينا. فهي في حاجات جاهزه بنستخدمها غير، هي فيها كل الاكواد دي اللي هي ايه؟ اس كيو. حلو. فانا اول حاجه بنمبورت الاثنين دول
نبدا نشوف الداتا بتاعتنا. تمام، اول حاجه بندس فيها حاجه اسمها ريد سي اس بي. عشان فاهمين الالياس دي صح؟ يعني لو حد مش فاهمها يقول لي. يعني ايه ريد سي اس بي؟ يعني بتقرا فايل، فايل ايه نوع ايه؟ سي اس بي. سي اس بي دوت لو حد ما يعرفش الفايل ده نوع ايه بالظبط، يعني انتوا شايفين الديسك توب بتاعي دلوقتي ولا لا؟ لا، هو كده احنا شايفين الديسك توب بتاعتك. تمام، هو عامة ممكن ده فايل سي اس بي. الفايل سي اس بي بيكون عباره عن ايه؟ هو ده اللي الدكتور احمد هشام شرحه المره اللي فاتت. هو دوت احنا طريقه معينه بنخزن بيها الداتا، بنخزنها ازاي؟ عن طريق سيباريتور. حلو؟ فانا مثلا عندي هنا حاجه اسمها جندر، وبعد كده بحط سيباريتور كوما، وبعد كده حاجه اسمها ايدج، وبعد كده بحط سيباريتور كوما، وبعد كده ديبت، وبعد كده سيباريتور كوما. فبالتالي هو السي اس بي ده هو تكست فايل عادي بس بينه وبين بعضه سيباريتور. باي ديفولت الفانكشن دي السيباريتور بتاعها هو الكوما. حلو؟ فهو ده اسمه ريد سي اس بي، اللي هو بعمل ايه؟ عباره عن تكست فايل عادي بس كل الحوار ان هو السيبريتور بتاعكم. فهنا اكتب مثلا ايه داتا دوت سي اس بي، حلو ده هيقراها عادي. حلو، لو انا غيرت السيبريتور مش هيقراها، السيبريتور تمام اندر سكور مثلا هيقراها عادي، بس الفكره هو هيقراها بايظ. ليه؟ لان هو مستني اندر سكور، هو لقى في اي حاجه ما لقاهاش، فبالتالي يعني هعتبرهم كلهم كولوم وكولوم تاني. فاهم حاجه؟ فدوت عشان على حسب ما عارف ان في نوع من في داتا من التو داتا سيت السيبريتور بتاعها مش كوم، فانا قلتها يعني اقول لكم الحته دي. تمام، فده السيبريتور. فالسيبريتور دوت احنا هنعمله على حسب الفايل بتاعنا. فانا هفتح فايل عادي كتكست فايل عادي زي ما انا وريتكم هنا، السيبريتور فيها ايه؟ كوم. فاحنا هنحط السيبريتور بتاعنا على حسب الكلام ده. انا كده ايه عرفنا نقرا الفايل. فانا هقول هنا داتا فريم دوت هيد، فانا كده ايه شفت الداتا فريم بتاعي وكده قريت الفايل ككولومز عاديه، الجندر والحاجات اللي تحت والاتش والحاجات اللي تحت والحاجات دي واللي تحتها وهكذا. تمام، فاحنا ايه قولنا الفايلز على عادي. حلو، الخطوه اللي بعد كده بعد ما نقرا الفايل ان احنا بنحاول نحسنها على قد ما نقدر. يعني لو انتوا خدتوا بالكم وانا بشرح الموديل قلت ان انا بدخل له شويه اكياس وطالع منه شويه ورقات، بس هو الموديل في الاول وفي الاخر زي ما قلت لكم عباره عن ايه؟ ماثماتيكال ايكويشن، صح كده؟ صح. فهو ماثماتيكال ايكويشن، هل في ماثماتيكال ايكويشن هعرف احط فيها الحرف مثلا؟ هعرف احط فيها كلمه؟ هعرف احط فيها اي حاجه؟ لا، هو الماثماتيكال ايكويشن بتقبل ارقام بس. حلو، فهو بتقبل ارقام بس. فاحنا في حاجه اسمها بري بروسيسنج للداتا، ان احنا مش بندخل الداتا دي للموديل دايركت، لا احنا بنحاول نحولها لارقام الاول، وبعد ما نحولها لارقام ندخلها للموديل فهو بيقدر يتعامل معاها عادي. حلو كده؟ فدي اول نقطه. اول نقطه ان الداتا بتاعتي لما اجي ابص هنا ده مش رقم وده مش رقم وده مش رقم، ده رقم اه وهكذا. فاحنا في حاجه كده صغيره بنكتبها فبنعرف بيها الانواع بتاع الداتا، فالداتا فريم دوت انفو كده هعرف كل كولوم ايه وكل كولوم يعني نوع ايه. فانا مثلا اقول الجندر ده نوع اوبجكت اللي هو سترينج عادي. تمام، الايدج ده نوع اوبجكت. تمام، الايدج اصلا مش اوبجكت، فانا اول يعني انا كده عرفت ان في ايرور محتاج اعدله. ايه الايرور دوت؟ الايدج ارقام بس هو اصلا قاريها كاوبجكت. فانا اول حاجه محتاج اعملها ان انا محتاج اعدل الايدج دوت بحيث ان اخليه ارقام عادي. حلو، طب طريقه بتاعت تحويل اصلا حاجه من سترينج لاوبجكت بس مش شرط ان هو يكون ارقام، يعني ايه؟ يعني الايدج دوت عباره عن ارقام اصلا. تمام، بس هو قاريها كسترينج فانا محتاج احولها لارقام. فكل حوالنا بغير الداتا تايب بتاعت الكود. اغيرها ازاي؟ اقول له داتا فريم اوف ايدج equal data frame of age as type integer او integer على طول. هو سوري هو فلوت مش انتجر. هو مال في بوينت صغيره ان في النص اصلا في علامه استفهام هو مش عارف يعمل لها كونفرت. فاحنا اول حاجه واحنا بنحاول نحول الفايل ده محتاجين نحول علامه الاستفهام دي لحاجه الاول، وبعد ما احولها لحاجه دي هحولها يعني احولها عادي. يعني زي مثلا ايه لو انا شلت قلت ايه
داتا فريم اوف ايدج. طبعا اللي بيحصل ده غلط بس احنا هوريكم ان البتاع شغاله. دوت ريبليس علامه الاستفهام تمام باي حاجه مثلا ب10 حلو. فبالتالي لو جيت المفروض لو جيت انا اشغل ده تاني يشتغل عادي كده اشتغل عادي تمام. هو ايه الايرور اللي حصل معاه؟ هو كل الحوار ان هو عباره عن سترينج بس هو السترينج عباره عن ارقام بس في 2 3 في النص كده مش ارقام اصلا تمام. فانا محتاج اشيل ال 2 3 في النص دول او احولهم لحاجه شبه الارقام وبعد كده اغير الداتا تايب بتاع الكود تمام. حد عنده مشكله في الحته دي معايا ولا ايه؟ انا اجيب بعد كده اشوف الانفو بتاعت الداتا فين تمام. هلاقي ان ده بقى فلوت عادي ونقدر نتعامل معاه كارقام نقدر ندخله للموديل عادي حلو. فدي اول نقطه تمام. دخل لنا سكن ماشي. حد عنده مشكله؟ حد عنده مشكله حد دي؟ طيب دي اول حاجه. فاحنا مثلا لما نيجي نبص على باقي الكولومز هنلاقي ان احنا محتاجين نهندل الباقيين حلو. فمثلا الجندر حلو. الجندر دوت هو نوعين يعني هو كذا كذا. فاحنا مثلا لو جينا نشوف الجندر ده فين الجندر او اوف جندر value counts ده بيجيب لي الحاجات اللي جواها يعني هو بيقول لي ان في value رقم B فيها كذا value رقم A فيها كذا في علامه الاستفهام. كالعاده علامه الاستفهام دي احنا محتاجين نعمل لها نطيرها تمام. فهنطيرها بس هو هنا الفكره هناك كنا نحطها 10 وخلاص. طبعا الكلام ده مش صح فاحنا محتاجين نهندل الحته دي بطريقه احسن. فنبدا نقول ايه؟ هنبدا نلوب على الكولوم ذات نفسه بحيث ان انا نطير علامه الاستفهام حلو. ازاي بقى؟ هبدا اقول له فور اي رينج حتى عارف اللي حصل ده عباره عن ايه. انا بقول له ده دي فور لوب عاديه بس بتاع بايثون اللي هي ايه بمشي من زيرو لحد اخر لحد لين بتاع الكلام دوت اللي هو لحد اخر الكلام ده. يعني مثلا لو ده عدده 120 فانا بمشي من زيرو لحد 120 حلو. ابدا اعدي بعد كده اقول له ايه داتا فريم اوف جندر او هنبدا تشيك الاوت ايه داتا فريم اوف جندر فاي ايكوال عملت الاستفهام دي تمام. هتغيرها له هتغيرها لي ازاي؟ هقول له كده ايكوال مثلا ايه هل ده هتمشي عادي وهتشتغل بس ستيل برضو ايه الكلام ده مش صح 100% هل حلو. فهي الفكره ان انا ممكن يعني الطبيعي او الصح ان انا بعملها. انا قدامي حلين عشان لو عندي حاجه زي كده. اول حاجه ان انا اطيرها اصلا يعني اطير الروز اللي فيها الكلام ده تمام. او ان انا احطها بالحاجه اللي هي اكثر تكرارا. يعني هي دلوقتي مثلا عندي اي بي 400 او اي 200 طبيعي ان علامه الاستفهام هي اقرب تكون بي مش اي. ليه؟ لان هو بي هي الاكبر اصلا. فانا ممكن ايه اعملها كده. طبعا هي لو عملتها دلوقتي هتضرب ان هو مش هيلاقيها اصلا. فاهمين قصدي الفكره تمشي ازاي؟ وهكذا في كولومز بقى حلو. فانا اصلا محتاج اعرف علامه الاستفهام دي بحاجه اسهل من كده شويه. فانا اول حاجه هعمل ريبليس لكل علامه الاستفهام او الداتا فريم ايكوال داتا فريم دوت ريبليس حلو. ريبليس ايه بقى علامه الاستفهام عشان نخلص منها اصلا؟ في حاجه اسمها ان بي دوت مان حلو. ايه اللي حصل بالظبط؟ هنا اي حاجه في علامه استفهام انا طيرتها اصلا فهيبقى مكانها مكان فاضي. ليه اصلا مكان فاضي؟ لان اوريدي بانداس في بيلت ان فانكشن تقدر تهندل لي الحاجات الفاضيه دي بس مش بيلت ان فانكشن تقدر تهندل علامه الاستفهام. فاهمين قصدي؟ فانا دلوقتي لو جيت قلت ايه؟ تفريم از ان ايه؟ بعد كده رحت عامل لها ده هيجيب لي كل حاجه فيها هي فاضيه ولا لا؟ رحت عامل لها دوت سم عملتها كده. فهنا جاب لي قال لي ان الكولوم اللي اسمه مارد في 6 فاضيين، الكولوم اللي اسمه بانكاستر في 6 فاضيين، الكولوم اللي اسمه اديكيشن في 9، الكولوم مش عارف اسمه في كام. حلو؟ ابسط مثال للتعامل مع الحاجات اللي هي فاينل فاليوز في بايثون داتا فريم ايكوال داتا فريم دوت دروب ان ايه. ايه اللي حصل؟ طيرتهم اصلا. فانا قلت داتا فريم دوت از ان ايه دوت سم هيجيب لي ان كلهم اصفار.
فكده مبقاش عندي اي بلبلز، بقى كل الحاجات بسيطه وسهله وكل حاجه بتعامل معاها. فدي طريقه ان انا اتعامل مع لو في حاجات فيها نال بالي او حاجات انا مش عارفها او الكل مكانه فاضي. فده طبيعي انا لو حطيت، لو دخلت للموديل حاجه فاضيه هو هيضرب. ليه هيضرب؟ لان انا زي ما قلت لك هو استني حاجه يعني اي اكس. هل انا دلوقتي قلت لك ان الاي ان الاكس دي مش بحاجه اصلا، وبعدين هيعمل ايه؟ يعني هيضرب فراغ في ايه؟ هو مش هيعرف يتعامل عند الحته دي. فانا محتاجين اول حاجه نعدل اي حاجه فيها نال بالي. فسواء النال فاليوز جايه صريحه، اللي هي جايه صريحه ازاي ان انا بكتب الفانكشن دي فبيطلع لي النال فاليوز زي كده، او مش جايه صريحه زي الحاله اللي احنا فيها دي، فانا بحاول اهندلها، بعملها زي انا بعمل لها دروب او ان انا بعمل لها فيل. في فانكشن ثانيه بس مش هنستخدمها هنا، اسمها ايه؟ داتا فريم ايكوال داتا فريم دوت فيل ان ايه، بحط اي حاجه انا عاوزها. فانا ممكن اقول مثلا 10، فهو اي حاجه فيها نال فاليوز هيحط لي 10 بس. يعني ده مش حل مناسب في الحاله اللي احنا فيها، تمام؟ فدي اول حاجه، انا لو عندي نال فاليوز بحاول اطيرها، تمام؟ طب بعد ما طيرت النال فاليوز الداتا بتاعتي بقت نظيفه بس مش جاهزه ان هي تدخل الموديل. يعني لو جينا بصينا على الداتا بتاعتي، هنا الداتا بتاعتي نظيفه وما فيهاش اي حاجه. لو جيت اشوف المارد مثلا، يعني انا اقول داتا فريم او مارد دوت فاليو، هنا هلاقي ان هي في ده وفي ده وفي كل متلات ملوش لازمه كده، فاحنا ممكن نغيره او ممكن نحوله لحاجه ثانيه. فدي مثلا بروبلم. فانا اقول ايه دلوقتي؟ طبعا هو يعني انتوا لو فاهمين انا بعمل ايه، انا بحاول اتشيك على كل كولوم لوحده واشوف هو في مشكله ولا لا، تمام؟ فانا خلينا نبدا من الاول الجندر مثلا، فرق ده في A و B، هل ده في مشكله؟ لا، هو الجندر بتاعنا هو يا حاجه يا حاجه، ومش لازم يعني هو مش لازم نعرف الحاجه دي ايه، بس هو الفكره ان هي ايه؟ يا حاجه يا حاجه، تمام؟ طب الديبت، اول حاجه اصلا الديبت ده عباره عن ارقام، فهل هو هنا ارقام؟ خلينا الديبت هنا فلوت، فكده زي الفل ما فيهوش اي حاجه. هل طب المارد لسه شايفينها كان فيها حاجه ثالثه، فانا كل الحوار هبدا اقول داتا فريم ايكوال داتا فريم ريبليس كل ده، وممكن كباي ديفولت ان انا هخليها بفيو مثلا بان هي ايه اكتر حاجه موجوده عندنا. لو جيت دلوقتي قلت تاني، لو عملت رن للكولوم السيل دي تاني، لان هي ايه بقت حاجتين بس، هو يا لا يعني هو يا متجوز يا لا، تمام؟ فلما اجي ابص على باقي الحاجات، تمام، البانك كاستمر مثلا ده يعني هو غالبا مش يعني هنشوفه، فهو يا دي يا دي يا جي جي. يعني احنا باي ديفولت ممكن نطير دي بحيث ان هو يعني هي العدد بتاعه قليل اصلا، فاحنا ما نعرفش ايه دي اصلا، تمام؟ او ممكن نسيبها عادي. حلو. طب اللي بعد كده اليرز امبلويد مثلا، دي لما نيجي نبص عليها يعني دي المفروض تبقى ارقام، حلو؟ فاطلع ابص عليها فوق هنلاقيها ارقام اصلا، فكده زي الفل. حلو. البراير ديفولت او امبلويد مثلا، هو امبلويد يا لا يا ترو يا فولس. انا لو جينا بصينا كده على employed، كان ده ايه يسوى فلس فجاية زي الفل. هل لو جينا بصينا على الباقي، يعني بقى علينا بفترض ان الباقي يعني الزيب كود مثلا دوت المفروض يكون ارقام، الانكم دوت المفروض يكون ارقام، ابروفد دوت هو اللي احنا يعني عامة انتوا نسيت اقول لكم التعريف بتاع الديتا سيت ده قبل ما ادخل. هو الديتا سيت دي عباره ان هو معاهم معلومات على الناس معينه وبيشوفوا ان الكريدت كارد دي هيحصل لها ابروفد ليفل معين ولا لا، فهو ده اللي احنا عاوزين نبريدكت عليه، ده الوايت بتاعنا. حلو. فانتوا واخدين بالكم ان الوايت بتاعتنا عباره عن بلس وماينس والحاجات دي، فهو بالتالي ما تنفعش اصلا. حلو. فاحنا كده اصلا عدينا اول مرحله. هي اول مرحله ان احنا عملنا ريد للداتا، وبعد كده نضفناها ازاي؟ ان هي لو فيها فاليوز غريبه او فاليوز مش موجوده اصلا فاحنا عرفنا هنزلها. حلو. حد عنده مشكله في اول مرحله؟ دي اول مرحله عامه. حد عنده مشكله فيها؟ شباب فاين ولا ايه؟ هو تمام حتى الحين يعني. طيب
حلو كده. اول ما حكينا احنا تاكيدا الداتا بتاعتنا نظيفه، بس احنا في مشكله صغيره ان الداتا دي زي ما قلنا ان احنا محتاجين نحول كل انبوت معايا او كل اكس معايا للارقام. يعني الجندر دوت هو ايه وبي، هو الداتا نظيفه اه لان هو ما فيش جندر غير ايه وبي. حلو، بس هو الموديل مش عارف يهندل ايه وبي دي. فاحنا اول حاجه محتاجينها نحول ايه وبي دي لحاجه مختلفه. يعني ايه حاجه مختلفه؟ يعني نخليها رقم معين. فاهمين قصدي ايه؟ يعني مثلا هبدا اقول له حاجه زي كده. حلو كده انا عملت ايه؟ عملت لوب على الكولوم بتاع الجندر. حلو، هبدا اقول له if the frame of gender of i equal equal a. اقول له ايه بقى؟ واحد مثلا. حلو كده ايه اللي حصل بالظبط؟ والله هو لو راح للجندر دوت والاي حرف الاي هيشيله ويحط مكانه واحد. حلو، طب ولو ما لقاش الايه؟ ايكوال 2. فكده ايه اللي حصل؟ انا عملت حاجه اسمها انكودنج. ايه اللي انكودنج؟ اديت الاي دوت فاليو رقم واحد واديت البي هي فاليو رقم 2. حلو، فكده انا عملتها. بعد كده بصيت تاني على الداتا، هو ايه برضه؟ سوري هو اصلا سترينج، فاحنا هنخليها سترينجات اصلا وهتمشي عادي. هل طب بصوا معلش عشان الحته دي، عشان هو اختلاف الداتا ممكن تضربها، فاحنا هنعمل كولوم جديد ونسيف فيه الداتا بتاعتنا اصلا. هل فايه اللي هيحصل؟ اه ايه ده؟ تمام كده زي الفل. فايه اللي هيحصل بالظبط؟ اللي انا كده بكل حاجه عندي بحاول احولها لرقم. بعد ما بحولها لرقم ايه اللي بيحصل بالظبط؟ كده انا بهندل الانبوت بتاعي. حلو، ما علينا دوت لان هو اصلا حولته في الاول، فكده هيشتغل بس بعدين. يعني هريستارت الداتا دي فهيشتغل عادي. ما علينا. ما عملتش ريبليس. ايه؟ ما عملتش ريبليس. كله هيشتغل، يعني ريبليس هتشتغل او حاجه هتشتغل، اي حاجه انت عاوزها تشتغل. انت مثلا عاوز تعمل لها ريبليس، فهي نفس الفكره بالظبط. زي الفكره انت بتلوب على كذا حاجه مع بعض. مثلا لو جيت قلت data frame of gender equal data frame of gender، يعني عادي كلها حلول. لو ريبليس ال a بول، هو كانت ايه صح؟ ولو عملت ال b بالظبط وخليت ريبليس ال b ب 2. حلو، فهو كده اصلا data frame of gender دوت فاليو كده هو بقى معاه واحد واثنين بس، وهو معاه اثنين الثانيه. هي دي اللي كانت بتضرب المشكله، دي اللي كانت عامله مشكله ان هو عمل لوب من الاول وضربه وظبطه. بس ما علينا، يعني هو كده بقى معايا الثلاث حاجات دول. حلو، فانا كل الحوار ان انا اول حاجه هخلي الاثنين دي يعني عشان بس تظبط. بس هو كده هتلاقي تو كولومز بس. تمام، هبدا اتشيك بعديها على الانبوت بتاعتي. هي كان جندر، فكده بقى انتجر. فكده الانتجر اقدر اهندله براحتي. تمام، طب المارد نفس الفكره بالظبط. يعني احنا عملنا نفس اللي احنا عملناه، اللوب او الريبليس عادي. هي كانت ترو فولس ولا ايه؟ كانت يو واي. حلو، انا كل الحوار ان انا اخلي اليو واحد نفس الكلام، واي اثنين. حلو، هو كده ايه اتحول برضه لانتجر. لو انا جيت اشوف ده فين تو انتو بقت انتجر. المفروض بقى ان انا اكمل نفس الحوار دوت على كل الكولومز
تمام، بحيث ان انا احولهم كلهم لحاجات ينفع اعملها. حلو، فدي حاجه اسمها بري بروسيسنج. ايه البري بروسيسنج؟ ان انا عندي داتا نظيفه بقى وكل حاجه، بس انا هي مش جاهزه، يعني قدامها حاجه صغيره تتهندل عشان ادخلها للموديل بتاعي. حلو، فهندل الحته دي ازاي؟ ان انا بحاول احولهم لكلهم الارقام. فبعد ما حولتهم لكلهم الارقام ابدا ابني الموديل بتاعي. طبعا هو في هنا شويه حاجات ما حولهمش ارقام، بس يعني ابقى انتوا وجهوها مع بعض مع نفسكم. تمام، اول حاجه انا هاخد الاكسل بتاعتي لوحدها والوايات لوحدها. حلو، اكس ايكوال داتا فريم كده، انا بسلكت الكولومز اللي انا عاوزها. فانا مثلا هعمل موديل على الجندر، تمام، عشان يعني السلكشن ده مفيد، لان في حاجات بعد كده مش هينفع نعملها. يعني مثلا لو حطيت لك اسمه، هو اسمه مفيد في ايه؟ يعني انا دلوقتي لو باخد الكريدت كارد اعمل له ابروف او لا، فهو الاسم ليه لازمه ملوش لازمه؟ هي دي الفكره. مثلا ديب، طب يعني كده كل اتريبيوت ليها داتا، كل الداتا دي لازم احولها لنظام كاتيجوريز، احولها يعني احولها لكاتيجوريز، او مش كاتيجوريز، يعني فكره احولها ارقام. ارقام ازاي؟ هي اول حاجه لو هي ارقام اصلا بس هي متعرفه غلط، يعني هي ارقام بس متعرفه كسترنجات، فكل الحوار اللي انا هعملها زي اول حاجه من فوق ان انا اعملها باس تايب. حلو، طب لو هي مش كده اصلا، لو هي مش ارقام اصلا، فانا احولها ارقام. ارقام ازاي؟ ان انا بريبليس كل كاتيجوري برقم، كل كاتيجوري برقم. فكده كل اللي حصل ان انا نفس الحوار، يعني هو الاي بقى 1، البي بقى 2، السي بقى 3. بس ليه؟ لان الواحد ينفع اضربها في المتر، ينفع اضربها في ايه، بس الاثنين ما ينفعش اضربها في سوري السي ما ينفعش اضربها في ايه. فاهم قصدي؟ تمام. بعد كده بس سلكت الحاجات اللي انا عاوز اعمل عليها الموديل بتاعي. انا عامل موديل على مثلا 5 كيتشر. حلو، بعد كده بس سلكت الحاجات دي. بعد كده مثلا عملت سلكت الدور في الانكم مثلا. حلو كده، انا معايا اكس، اكس دي لو جينا بصينا عليها المفروض ان هي كلها ارقام. حلو، فكده الاكس دي جاهز ان انا ادخلها للموديل بتاعي. حلو، فانا كده معايا الاكس بتاعتي. حلو، فدي الاكس. حلو، ومحتاجين نعرف الواي بقى. الواي عباره عن ايه؟ داتا فريم، مش فاهم اسمها. حلو، فده الواي بتاعنا. نيجي نبص على الواي نلاقيها عباره عن بلس وماينس. حلو، بلس وماينس هل ينفع يبقى اوت بوت اصلا في موديل او في لينير ايكويشن؟ ما تنفعش. فالحل ليها ايه بالظبط؟ نفس الفكره بالظبط، ان انا هيربليس البلس بحاجه والماينس بحاجه، بحيث ان هي تبقى تو كاتيجوريز برضه، بس تو كاتيجوريز ارقام. حلو، فهي واي بتساوي واي دوت ريبليس. هنا هخليها واحد وزيرو عادي. حلو، فلما اجي ابص على الواي كده بقت صفر وحايد. حلو، فكده الاكس بتاعتي بقت وحايد او ارقام عامه، والواي بتاعتي بقت ارقام. حلو، فكده احنا جاهزين نبني الموديل بتاعنا عادي. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ شباب حد عنده مشكله؟ تمام، نبدا نبني الموديل ده بتاعنا. الموديل هيتبني ازاي؟ ببساطه كل الحوار ان انا بحدد الموديل معين وبجيب الكود بتاعه من اس كيلر. يعني مثلا على سبيل المثال هي فروم اس كيلر دوت، يعني في حاجه اسمها لينير موديل حسب ما فاكر، يعني الكلمه بقول import linear regression. بس هي مثلا انا عاوز الموديل ده، هو غالبا مش اسمه كده، بس ما علينا. حلو، فانا كده عملت ايه؟ كل الحوار ان انا جبت الموديل بالظبط، ثانيه اجيب الاسم بالظبط عشان انا مش حافظهم. انا خلينا في random forest عشان ده احنا على عندنا. حلو، فانا عملت كده انا جبت الموديل ده جاهز. حلو، الموديل ده انا اقدر اكتب الكود بتاعه بايدي، بس انا مش محتاج اكتب الكود بتاعه بايدي، انا محتاج استخدمه دايركت. حلو، احنا قلنا اصلا احنا عندنا مرحلتين، مرحله اسمها تريننج. حلو، مرحله اسمها تيستنج او بريدكشن. تيستنج
حلو. فانا اول حاجه محتاج اعمل التريننج. التريننج عباره عن ايه؟ اول حاجه هو عملت امبورت لحاجه معينه، حلو. فكل حوار ان انا اعمل منها اوبجكت، وبعد كده بعد ما منها اوبجكت اعمل له تريننج، وانا اعمل له تريننج اعمل له تيست. حلو. ازاي؟ هنشوف دلوقتي. يعني انا كل الحوار ان انا هاخد هنا يعني كده، هاخدها كده اسميها مثلا اي حاجه. طب عملتها كده كده المود كده الاوبجكت خلص. حلو. بس كل موديل فيهم يعني بيكون ليه كده شويه بارامترز بضيفها وانا شغال. يعني مثلا الراندوم فورست في حاجه اسمها راندوم ستيت كده جواها، مش لازم تفهموها قوي دلوقتي، مثلا خليها زيرو. حلو. فكده انا عملت الموديل بتاعي كده، انا بقى عندي موديل بس ما عملتلوش تريننج لسه. اعمله تريننج ازاي بقى؟ بدور سي ال اف دوت ترين دوت فيت، وديها الحاجات بتاعتي، الحاجات بتاعت الاكس والواي. حلو. اسمها واي كابيتال. حلو. كده هو عمل تريننج. طبعا هو عمل بسرعه لان الداتا بتاعتي صغيره وانا واخد 5 كولومز بس والحاجات دي. لو انت بتشتغل في حاجه اصعب والموضوع اصعب بكتير. حلو. عشان كده بنلجا لحته السيف. حلو. دلوقتي لو جيت قلت مثلا ايه؟ classify dot predict. حلو. فانا قلت دلوقتي اعمل لي بريدكشن على اول 5 حاجات. حلو. بالظبط كده. ايه اللي حصل هنا؟ هو هنا انا اديته 5 انبوت، عمل لهم بريدكشن، فطلع لي اول واحد هو واحد اللي هو ياخد ابروف، يعني الثاني واحد فياخد ابروف، الثالث واحد فياخد ابروف، الرابع واحد فياخد ابروف، الخامس واحد فياخد ابروف. وفي نفس الوقت الواي اصلا الحقيقيه كانت كده، فكده الكفاءه بتاعت الموديل نوعا ما لطيفه شويه. فاهمين قصدي؟ طب اعرف ازاي اصلا؟ انا ممكن ببساطه اجرب حاجه من بره، يعني هو كل الحوار انا ممكن ايه؟ ادور لها كده. اديها ليست انا فيها الانبوت بتاعتي. لو فاكرين بقى ايه الانبوت احنا دخلناه، الجندر كان يا اما واحد يا اما اثنين، فانا مثلا هخليها واحد. الايج مثلا هخليها 33. الديبت كانت ايه؟ كانت ارقام عاديه، فانا مثلا هخليها دي. اي حاجه انا بعبد ارقام يعني، مين الفكره؟ مريض ولا لا؟ فاحنا كنا حاطينها واحد او اثنين تقريبا. years complete، فمثلا خليها 1.25. credit score، فهو السكور دي كانت كام؟ أرقام عليها، فمثلا نخليه 5. وال income مثلا أي حاجة 10. بس بعمل لها حاجة اسمها ريشيب، عشان هي يعني هو فاهم كل دي ريشيب دلوقتي اسمها علينا. بعد كده دخلنا إيه؟ انبوت عادية. فهو كده عمل لي بريدكشن على حاجة زي كده، واحد، واحد يعني إيه؟ يعني هو هياخد حاجة. هل يعني هفهمكم ليه الكلمتين دول بس عارينا؟ هل أصلاً الحاجات اللي أنا لسه حاططها في دماغي دي، هل هي أصلاً كانت موجودة في الداتا بتاعتي؟ لا، هي دي إكس جديدة مالهاش علاقة بالحياة أصلاً، مالهاش علاقة بالداتا بتاعتي خالص، بس هو قدر عن طريق الحوارات بتاعته اللي إحنا عملناها إن هو يبريدكتها لوحده. فاهمين الفكرة؟ الدنيا تمام ولا ايه؟ اه تمام. فهي دي الفكره ببساطه، الفكره ان انا عملت موديل، عملت له تريننج على شويه حاجات، فهو الحاجات دي اللي هي اكس والواي بتاعتها اللي هو الفاليو والاوتبوت بتاعها، فبالتالي هو لما جاله فاليوز جديده هو ما يعرفهاش اصلا عرف يطلع الاوتبوت لوحده. تمام؟ فهو دي الفكره، ان احنا عندنا شويه داتا على الموقع الدكتور وفعلنا، هنعمل موديل ليهم. هنعمل موديل ازاي؟ اول حاجه هنمبورت الداتا دي هندخلها عندنا عادي، تمام؟ وبعد كده هننظفها زي ما احنا قلنا، بننظفها ازاي؟ بنشيل اي نون فاليوز او اي فاليوز غريبه في الموضوع. بعد كده بنعمل لها حاجه اسمها بري بروسيسنج. ايه بري بروسيسنج دوت؟ احنا بنحولها كلها ارقام. الحاجات دي كلها كانت زي الفل بس مش هتنفعنا في حاجه، فاحنا نحولها ارقام. نحولها ارقام ازاي؟ عن طريق ريبليس، او في اصلا حاجات جاهزه بس يعني خلينا دلوقتي في ريبليس. ايه فعلا كده بسيط. حلو. بعد ما حولناها ارقام عرفنا نعمل ماشين ليرننج موديل بتاعنا. ماشين ليرننج موديل ده اصلا ازاي؟ انا يعني بعمل اوبجكت من الموديل ذات نفسه، ده راندوم فورست، اي حاجه زيها. يعني انا لو عملت دلوقتي امبورت الاس دي ام هيتعمل زي نفس الفكره، وقت اي حاجه نفس الفكره، هي كل الحوار موديل دوت فيت، بديله الاكس بتاعتي والواي بتاعتي، هو بيعمل تريننج عليه. بعد ما يعمل تريننج عليه بدخل له حاجه مش معروفه، بعد ما ادخله المش معروفه دي هو بيطلع الاوت بتاعها لوحده. هو انا طلع لي اوت بتاعه واحد، واحد ده يعني ايه؟ يعني هو هياخد ابروفل. لو واحد عنده الحالات دي هياخد ابروفل عادي،
لو انا مثلا غيرت حاجه تانية شويه حاجات هنا مثلا طلع لي زيرو ان هو مش هياخد ابروف. لو واحد الحالات دي مش هياخد ابروف، لو كان واحد قديم كان هياخد ابروف عادي. طب هي الفكره فانا ليه بتعمل بريدكشن لوحده؟ حلو كده انا عملت موديل. حلو احنا قايلين في الاول خالص ان احنا عشان نعمل الموديل دوت وعشان نستغل عامل الوقت معانا فاحنا بنسيف الموديل دوت. بنسيف الموديل ده في ايه؟ في حاجه اسمها بيك الفايل. ايه بيك الفايل دوت؟ ثانيه واحده اقول لكم عليه. لا عملت لها امبورت فوق ولا معلش هو ايه التريننج ده عشان مجمعتوش بقى؟ ماشي ثانيه واحده. هنا بنعمل حاجه اسمها امبورت بيكل فكده بيكل معايا. حلو بصي انا زي ما قلت لك احنا معانا شويه اكسات ومعانا شويه فايلات. حلو فالتريننج دوت انا بحاول اكستمايز الموديل بتاعي. لو انت كنت موجوده من الاول يعني زي ما قلنا ان في بوكس كده، البوكس دوت شويه في شويه ثوابت عباره عن موديل اصلا. تمام يعني ازاي؟ بص زي ما قلنا كده ايه ده؟ قلنا ان في بوكس كده بيدخل له اكس وهو عارف ان هو في واي بيطلع منه واي سوري اكس وهنا في واي معينه. تمام ايه الحوار بقى؟ هو انا معايا اكس معينه وواي معينه، انا عارف دي وعارف دي. حلو فانا بحاول اظبط اللي جوه ده على قد ما اقدر. اللي جوه ده طلع عباره عن شويه ثوابت في لينير ايكويشن. يعني مثلا y equal a x plus b. حلو فالتريننج عباره عن ايه؟ عباره انها هطلع احسن فاليو ل a و b بحيث انا لما ادخل x2 كده ما اعرفهاش اصلا هي ايه دي يعرف هو يطلع الواي بتاعتها صح. معايا؟ اه تمام. اه فبالتالي كل اللي حصل هنا ان فبالتالي كل اللي حصل هنا ان انا عملت بروسيسنج داتا الاول زي ما قلنا ان الموديل هنا عباره عن لينير ايكويشن. فكل الحاجات اللي هتدخل له سواء الاكس او الواي لازم تكون حاجات ايه؟ ارقام عاديه. حلو كل الحوار ان انا معايا داتا معينه فضلت اعمل انضفها في الاول خالص عشان اشيل اي حاجه مش موجوده او حاجه مش طبيعيه ده العادي يعني. بعد كده بعمل حاجه اسمها بري بروسيسنج دوت الداتا داتا كويسه بحاول احولها لارقام. ارقام ازاي؟ ان انا بشيل كل حاجه من دي مثلا واحولها لليبل او هي كاتيجوري. حلو فانا كده ايه حولتها لارقام والاكس بتاعت بقى الارقام. اكس بتاعتي بقت ارقام فهو الارقام دي تنفع تدخل في لينير ايكويشن او تنفع تدخل عادي ونفس الكلام في الواي بتاعتي. حلو الاثنين بقوا ارقام فالاثنين ينفع يكونوا لينير ايكويشن عادي ينفع يبني الموديل. فبعد كده بعمل ايه؟ بعمل ماشين ليرنينج موديل. ماشين ليرنينج موديل عباره عن ايه؟ اول حاجه زي ما قلنا ان هو يعني فهمنا معناه من جوه عادي بس قلنا ان انا بعمل ايه؟ اوبجكت الموديل دوت. بعمل منه اوبجكت بعد كده عنده تريننج. التريننج دوت هو من نفسه يعني انا بعمل له تريننج على الاكسات والوايات زي ما احنا قلنا هنا ادخله الاكس وادخله الواي وهو من نفسه في التريننج دوت بيلوب او بيعمل شويه حاجات كده اللي هي اوبتمايزيشن احنا قلنا عليها في الاول خالص بحيث ان هو يلاقي احسن A واحسن B واحسن C وهكذا لنفسه. بعد ما هو ليه احسن حاجات من دي يعني هو ليه عرف يظبط نفسه ويبقى احسن ايه واحسن بي والحاجات دي كلها ببدا انا ادخل له اكسات ما يعرفهاش فهو كل الحوار هو بيعوض تعويض مباشر. انا معايا عرفت ان ايه مثلا 4.3 فهو بيضرب الواحد في الاي ودي في البي ودي في السي ودي في الدي ودي في الاي ودي في الاف ودي في الجي. تمام وبعد كده بيطلع الرقم دوت فالرقم دوت بيكون الليبل دي. تمام الكل فاهم الفكره دي شويه كويس ولا ايه الدنيا؟ ايه يا شباب معايا ولا ايه؟ تمام زي الفل. اول حاجه احنا قلنا بعد الفاست تريننج احنا مش كل مره هنستخدم طول. هو ريكويست 1 ريكويست 1 بي. بص هو الفكره ان انا لما ادخل موديل بدخل الداتا بدخلها في طريقه فيكتور مش اري. حلو فريشيب 1 ونيجاتيف 1 هو بيعكسها لي فدي اري بيحطها الفيكتور 1 دي. ماشي تمام يعني شفناها كده انا عاوز اوريها لك برضه. هو بص فاكر يعني مثلا لو انا عندي a equal n b dot array حلو بعد كده قلت لك a dot shape وطلع لي 7 و 0. طب لو عملتها كده بقى ماشي وبقت 1 و 7 العكس
فهمتني ولا ايه؟ هو ليه طلع 7.0 في الاول؟ هي كانت طبعا يعني هي كانت عباره عن الري بالطول، هي كانت كده بالطول، فهو كل الحوار ده عكسها خلينا بالعرض هي كده. اه تمام. يعني طب هو طلع 7.0 فطلع 7.0 هو طلع 7.0 طلع 7.0 ايه؟ لا هو ما طلعش 7.0 فطلع. بص انت لو خدت بالك هو طلع 7 ومفيش، يعني ايه مفيش؟ يعني هو اصلا ماشيها بالعرض، فهو كده مش محتاج يحط اندكس تاني، يعني هو مش ماشيها اصلا حاجه 2 دي، فاهمني؟ لكن لما انا بعكس ماشيها 2 دي بس يعني هو 1 في 7. تمام فاهمني؟ حضرتك مشكله الحته دي؟ زي ما احنا قلنا ان احنا عملنا تريننج للموديل، تمام؟ والموديل بتاعنا بقى جاهز، حلو؟ فاحنا مش كل مره هندخل فيها الموقع بتاعنا هنعمل تريننج للموديل. حلو؟ لو احنا عملنا تريننج مره واحده وظبط مره واحده وطلع الاكيوريسي بتاعته وكل حاجه وخلاص هو كده الموديل بتاعنا بقى جاهز. نعمل ايه بعد كده؟ بنعمل له بنسيبه في حاجه اسمها بيك الفايل، وبعد كده بنلود الفايل ده دايركت ونستخدمه دايركت. ازاي؟ عملنا فوق امبورت البيكل وبعد كده قلنا مثلا ايه؟ كده. ايه اللي حصل؟ هو كل الحوار انا سيفت الفايل في حاجه اسمها اس اي اي بي، مش لازم الفايل دلوقتي، بس هو عملت سيفت الموديل في فايل، والمود دوت اللي هو ريد او سوري رايت، هو كده كل الحوار دوم سوري. كل الحوار اللي حصل ايه؟ ان هو خد الموديل دوت عمل له بمعنى الكلمه ضم في الفايل ده، وبعدين الفايل ده موجود عندنا هنا في الديسك توب، احنا بصينا هنا لقينا ان الفايل ده موجود اهو، شايفينه؟ شايفين الديسك توب؟ لا بعدين هنا اهو، تمام؟ ده الموديل دوت از اي في. حلو، فانا دلوقتي لو جيت هنا عملت نوت بوك جديده، تمام؟ ملهاش دعوه باي حاجه، تمام؟ عملت هنا import بيكل، وعملت بيكل دوت لود موديل، كده بقى معايا الموديل. انا لو جيت قلت موديل دوت بريدكت وناخد الليست بتاعتنا القديمه اللي احنا كنا بنطلعها زيرو، import معايا نمباي، طلع لي زيرو زي اللي فاتت بالظبط. معلش ممكن تسألني؟ هو بيعمل بريدكت على اساس ايه؟ يعني ايه بريدكت على اساس ايه؟ البريدكشن اللي هو بيعمله ده بناء على ايه؟ مش انا قلت لك في الاول ان هو بيعمل تريننج، يعني هو معانا موديل زي كده، حلو؟ هو بيعمل تريننج، بيعمل تريننج عباره عن ايه؟ اللي هو بيطلع احسن ثوابت للموديل، حلو؟ احسن ثوابت دي طلعت خلاص احنا عرفناها، اللي هي مثلا بواحد والبي باثنين والسي بثلاثة وهكذا، هل فانا لما ادخل له اكس بيعوض تعويض مباشر فعليا، فانا مثلا كانت الاكس 1 مضروبه في ايه؟ فاكس 1 دي اللي هي عندنا مثلا بكام؟ بواحد، فهو ضرب واحد في واحد، هل زائد 2 في 33 زائد 3 مثلا في مش عارف ايه وهكذا، تعوض تعويض مباشر فطلع لي فاليو للواي، فالواي دي هي الزيرو بتاعتنا اللي هي بتاعتنا هنا، تفهمني ولا ايه؟ تمام. بصوا كل الحوار هنا انا في الاول خالص بص كل الحوار في الاول خالص ان انا معايا اكس ومعايا واي، انا معايا كونديشنز وانا عارف ان الكونديشنز دي بتطلع لي اوت بوت معين، حلو؟ فانا كل الحوار ان انا بقول له درب نفسك وطلع وخليك جاهز بحيث انت لو جالك كونديشنز جديده تعرف تطلع اوت بوت واحده. فانا مثلا فدي كانت الواي بتاعتي اللي هي الاوت بوت بتاعها، وكانت الاكس ودي كانت الاكس. دي الكونديشن لو مثلا لما يكون 2 و30 و0 و1 و125 ومش عارف ايه الكلام ده كله، كانت الاوت بوت واحد.
ولما يكون كذا كان اوتبوت 1 مثلا كذا كان اوتبوت 0. فهو بيدخل يحاول يعمل اوبتمايزيشن لحد ما يلاقي الثوابت معينه بينها بين ده وده. فهو ليه الثوابت بتاعته خلاص انا مش محتاج الواي في حاجه تاني، انا لو دخلت دول اصلا لوحده بعرف اطلع انا الواي لوحده. فاهمني؟ بس فهو ده كل الحوار. هو زي ما قلت لكم احنا عملنا تريننج للموديل، فالموديل بتاعنا قادر يبريدكت لوحده، بس مش كل مره وانا بستخدم الويب سايت هعمل تريننج للموديل، لان بعض الحاجات الثقيله التريننج ده بياخد ساعات. حلو؟ فانا بسيف الموديل بتاعي، بسيفه انا كده عملت له سيف اهو في البيكس فايل. تمام؟ بعد ما بسيفه بقدر اعمله لود في سطرين واستخدمه دايركت. فهنا دي حاجه ملهاش اي علاقه باي حاجه، يعني انا هنا استخدمته دايركت في ثواني من غير ما اعمله تريننج ومن غير ما اعمله اي حاجه. ففعليا ده اللي هيتكتب في الويب بتاعنا، ان انا هلود الموديل واستخدمه دايركت. فاهمين قصدي؟ هل عندك مشكله حد بعدين؟ لا تمام بس زي الفل. فزي ما قلت لكم ان احنا هنكتب الحته دي في الويب. حلو؟ بس انت لو لاحظتوا ان احنا كتبنا ايه؟ كتبنا ارقام دايركت. فده معناه ان انا محتاج احط شويه كود كده في الويب سايت بتاعي ان هو يحول لي الانبوت اللي جاي لارقام، او انت اصلا من الاول تاخد تعمل الويب سايت ان هو ياخد ارقام. فاهمني؟ يعني مثلا احنا عاملين على قول بس الانبوت ده انا مش فاهمين ده الانبوت اللي هو الري 0 عادي هو بيبينك نوع البتاع، بس انا عملت كده هيطلع لي 0. الزيرو دوت اللي هو الزيرو اللي احنا كنا مطبعينها، اللي هي الزيرو بتاعتنا دي كانت بتدل على الماينس اللي هو ما خدش ابروف. كان الزيرو ايوه احنا الماينس كنا بنعمل لها ريبليس بزيرو، فلما يطلع لي اوت بزيرو ده معناه ان هو ماينس، ده معناه ان هو ما خدش ابروف. لو طلع لي اوت بزيرو ده معناه ان هو بلس، معناه ان هو خد ابروف. تمام شكرا. تمام. فاحنا زي ما قلنا ان احنا محتاجين ان احنا انا موديل على 7 بارامترز زي دول. حلو؟ فقدامك حلين. الحل الاول انت تاخد البارامترز دول اصلا عباره عن ارقام من اليوزر، او ان انت تاخد البارامترز عباره عن حاجات زي ما هي زي ما كانت زي ما الداتا دي اتاخدت. يعني مثلا تخلي الجندر يعني تخلي الجندر اي او بي، تخليه ميل او فيميل اللي انت عاوز، تاخد المارد هو يو او واي زي ما انت عاوز. بدك تاخد البارامترز دول عباره عن ارقام، او انت تاخدهم عباره عن حاجات زي كده. لو انت خدتهم ارقام هتدخلهم الموديل دايركت، يعني هتكتبهم هنا في الايكويشن دي على طول هو يبريدكت عليها. طب لو خدتهم كحاجات ارقام يعني سترنجات او حاجات زي كده، هتقعد تعمل نفس اللي احنا عملناه فوق هنا، ان انت تحوله من الاول لارقام وبعد كده تستخدمه. تمام؟ يعني انت مثلا لو معاك سطر كده، لو الانبوت بتاعك من الويب سايت بقى كده، مثلا يعني فانت اول خطوه تعملها انت محتاج تحول ايه دي تبقى واحد، وتبقى ال 12 دي زي ما هي والواي دي تبقى واحد. فانت كده تعرف تشتغل كده، ما تعرفش تشتغل فانت هتاخد خطوه زياده ان انت تتحولهم لدول، وبعد كده تدخل دول الموديل دايركت هيشتغل معايا ولا ايه؟ يعني حد عنده مشكلة؟ طيب عامة ده كان جزء الماشين ليرنينج، ده جزء الماشين ليرنينج كله هو عامة بصمجة. ماشي؟ فهو ده فعليا بصمجة، يعني انتوا كده مش فاهمين البيز غير بجزء بسيط. تمام؟ بس ده اللي احنا ايه هنحتاجه. انا هنحتاجه ان انتوا معاكم داتا سيت من الدكتور، هتعملوا وراها زي ما انا عملت بالظبط، ان انا اول حاجة بحاول انضف الداتا سيت دي بالظبط. تمام؟ اشيل النول فاليوز، اشيل كل حاجة. تمام؟ بعد اشيل النول فاليوز واشيل الحاجات دي كلها، احاول اعمل بري بروسيسنج ان انا اي حاجه مش رقم احولها لرقم. بعد ما اعمل لها كده اروح اعمل تريننج للموديل، بعد ما اعمل له تريننج والموديل يكون جاهز وان انا استخدمه اروح اعمل له سيف. تمام؟ وكده انا خلصت التريننج. في التستنج بقى هعمل ايه؟ اروح محول الحاجات دي ان انا باخد الداتا اللي جايه من الويب سايت ببريدكت عليها وبطلعها. هقول هنشوف الحته دي ازاي. بس حد عنده مشكله في ماشين ليرنينج؟ طيب نكمل. ويتفتح بايت شورت.
هو ده بتاع ممكن نشتغل عليه يعني. شايفين كده ولا مش شايفين؟ لا يا راحت. تمام ده بايت شارب بتاعنا العادي. تمام طيب ايه اللي هيحصل؟ احنا قلنا انا قلت لكم هقول لكم حته بتاع الباك اند قلت مع نفسكم. تمام فاللي بيحصل في الباك اند بالظبط ايه؟ انا في الكروت الباك عامه بيجي لي اصلا داتا من اليوزر. الداتا دي باخدها عامل فيها شويه حاجات وبعد كده بطلع له هو دي. تمام فاحنا بشكل عام هنشتغل في فاست كلاس. فايه اللي هيحصل بالظبط؟ هناخد داتا من اليوزر وهنروح مطلعين له اوت بوت بناء عليها. ازاي؟ تمام شايفين بس اصلا السؤال يعني اللون الاسود باين ولا مش باين؟ بص اول حاجه هنشتغل بفلاسك. فاحنا اول حاجه نمبورت فلاسك يعني او فلوس اسمها كده وهنمبورت معاها شويه حاجات زي رندر تمبلت يو ار ال 4 يعني ما علينا من دول دلوقتي. تمام واول حاجه نعمل الفلاسك ابلكيشن عادي. تمام ايه الفلاسك ابلكيشن؟ هو بنعمل كده تمام وعلى كده هحط تحت هنا ايه كده ايه اللي حصل بالظبط؟ انا كده عملت كريت فلاسك ابلكيشن كل حاجه انا عملت اب اهو وبعد كده بقول له لو انت شغلت لو النيم دوت والمين فانكشن بتاعتك يعني اخر اللي هو عمل رن للفايل اللي احنا فيه ده رول اد فايل شغل الابلكيشن اعمل لي رن الابلكيشن حلو. فده البيزك اللي هو الويب العادي. تمام بعد كده هنبدا نبني في الصفحات اللي جواه. تمام فاحنا هنعمل صفحات عاديه خالص يعني انا مثلا ايه مثلا صفحه اساسيه. تمام وهنا الميثودز بتاعتنا انا مش عارف انتوا فاهمين الميثودز دي ولا لا بس يعني كنا احاول ابسطها لكم على يعني مثلا اقول يكون عندي HTML file مثلا index.html فكده اللي حصل ان عملت بيج عادية. كل حاجة عملت بيج عادية هي بترندر حاجة اسمها index.html ودي الاندكس دي يكون فيها كذا بوتوم مثلا يعني الاندكس انا عندي مثلا فيها بوت. تمام وانا هنا هروح حطيت له بس التمبلت المكان بتاعي التمبلت مش ناسي فكل الحوار انا بقول له ان انت بترندر حاجه اسمها اندكس دوت جي ميل موجوده في فايل اسمه تمبلت. حلو فكده ده ابلكيشن عادي لو احنا عملنا جرام نعمل رن هيحصل حاجه عاديه. تمام هو عمل رن اهوت وزي الفل. حلو المفروض ان البتاع دوت فيه كذا زرار وفيه فورم مش عارف ايه. فهو كل الحوار ان انا عامل حاجه اسمها اي بي اي. يعني ايه اي بي اي؟ يعني هو حاجه موجوده على الويب بقدر ان انا استدعيها واخد منها داتا او اديها داتا في اي وقت. تمام ده اللي هو الاي بي اي. هو ده اللي انا عامله دلوقتي بالظبط. عامل حاجه هي مش متشافه هرن فيها الموديل بتاعي وبعد كده هاخد هبعت له داتا فهو هيرد عليا بداتا ثانيه. فاهم قصدي ايه؟ يعني هفهمكم قصدي دلوقتي. حاجه مثلا اسمها بريدكت. تعمل شويه حاجات مثلا. حلو ايه اللي بيحصل بالظبط هنا؟ هنا انا بعمل حاجه اسمها بريدكت. فبالتالي هو من نفسه لما يروح يستدعي بريدكت دي هي مش صوره هتظهر. هي مش حاجه هتظهر بس كل الحوار ان بريدكت دي مستنيه منك حاجه. تمام وانت هترد عليها بحاجه. حلو طب انا دلوقتي بريدكت دي فيها شويه حاجات. يعني انا اول حاجه محتاج جواها اعمل لود للموديل بتاعي بيكل زي ما احنا قلنا. اول حاجه هنروح اعمل ايه؟ امبورت بيكل من فوق هنا.
كده عملت ايه؟ عملت امبورت البيكل. ليه عملت امبورت البيكل؟ لان انا اقدر دلوقتي الود الموديل بتاعي اللي انا عملت له وورمج اللي انا عملت له انا شغلته من شويه, وبالتالي اقدر اعمله لود دلوقتي. حلو. وبعدين ممكن اعمل دلوقتي فانكشن فوق كده ملهاش لازمه, بس يعني عشان نختصر المكان بس, ان هي تلود الموديل. الفانكشن دي مثلا تاخد مني انبوت تقريبا, دي هتبقى مشكله تمام, وهترجع لي اوت ريتيرن. حلو. حلو. هي تاخد اكس مني وترجع لي اوت. الفانكشن دي باختصار هي تعمل ايه؟ اول حاجه هي احنا لسه كاتبينها اصلا من شويه, هي احنا اول حاجه نعمل لود للموديل, فهي موديل ايكوال بيكل دوت لود, وبعد كده هبدا اقول له هنا اوبن الفايل بتاعنا. استنى اجيب اسمه, ثانية واحدة اجيب اسمه. حلو. ده نفس الكود اللي احنا كتبناه من شوية عشان نعمل بيه لود للمودل بتاعنا. حلو. هذا المشكلة مفيش حاجة دلوقتي, انا كل شوية عملت لود, وبعدين اقول له دلوقتي مودل دوت بريدكت و على الاكس بتاعتي. حلو. وعشان نكمل الحوار, لو انا افترض ان الاكس دي ليست, فانا دلوقتي اقول له تمام باي دوت اجري دوت ريشيب عادي زي ما احنا عملنا بالظبط من شويه, واحد وسالب واحد. بس هو دلوقتي مش عارف, ما يعرفش حاجه اسمها لمباي, فنعمل له امبورت لمباي. حلو. حد عنده مشكله؟ ده نفس الكود اللي احنا كاتبينه من شويه وكان بيطلع اوت. حلو. وبعد كده هنحط الاوت بتر بيطلع اصلا دوت في حاجه اسمها اوت, وبعد كده بنرجع له اوت اوف زيرو. ده اللي احنا لسه كاتبينه من شويه وكان شغال من شويه. حد عنده مشكله في الحته دي؟ يعني بالتالي انا دلوقتي هنا في الحته بتاعت البريدكت بتاعت الاي بي اي دي, المفروض هكتب شويه حاجات, وبعد كده من هنا هكتب مثلا شويه كود, وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ هبدا اقول له لود موديل واديها مثلا ليست فيها اي حاجه تمام. وبعد كده الموديل دوت اصلا المفروض هو يرجع لي اوتبوت اللي هو اوتبوت ده. فالمفروض الاوتبوت دوت اديه للاي بي اي اللي هو هيعرض لي الحاجه دي. لحد دلوقتي حد عنده مشكله؟ تمام ولا في مشكله ولا الدنيا؟ شايف حد عنده مشكله؟ هو انت كده اديته داتا عشان يبريدكتها يعني؟ هو الفكره ان انا خدت يعني البريدكت دي, دي اي بي اي بيستدعى لما انا استدعيه اصلا, هو بيظهر لما انا استدعيه. فانا دلوقتي هستدعيه وهديله داتا. فانا دلوقتي هاخد يعني انا دلوقتي هكتب كود دلوقتي فيما معناه ريد داتا من بره. حلو. انا دلوقتي هكتب كود يريد الداتا دي, وبعد ما يريد الداتا اروح ابريدكت على الداتا دي, وبعد ما ابريدكت على الداتا اروح مطلع اكتب كود برضو ان هو ايه يرايت الداتا, يرايت الامر. بس حد عنده حاجه؟ ده اللي هو الكود اللي هو شغل الكود ده. في مشكله؟ معايا ولا ايه؟ اه تمام. تمام. بصوا عشان اريد الداتا بفلاسك, فمحتاج انبوت حاجه اسمها ريكوست هنا. وكل الحوار ان انا ببدا اقول له هنا ايه, اول حاجه اف ريكويست بوست ريكويست. ليه بوست ريكويست؟ بوست ريكويست ان انا هو عاوز يبوست حاجه, يعني مش عارف انتوا فاهمين الريكويست قوي ولا لا, بس هو ده معناه. وبعدين ببدا احدد جوه الريكويست ده شويه حاجات, مثلا باخد من الريكويست حاجه, فهو مثلا ايه يعني ده طبعا سودو كود, بس يعني ما علينا. كويس دوت فورم مثلا, وفي اي حاجه فايل مثلا, او لو مثلا انا بقرا فايل لليوزر بقول له مثلا ريكوست دوت فايل وحاجه اسمها فايل كده. الحوار هو لو لقي ان الريكوست ده بوست, ان اليوزر عاوز يبوست حاجه, فهو بياخد معايا داتا من اليوزر, فهو هياخد الداتا دي من الريكوست ده ويخزنها عنده كده. انا معايا الداتا اللي انا محتاجها بريدكت عليها. الداتا دي على حسب الحاجات اللي انتوا حاطينها في الموقع بتاعكم, هي دي اللي هتفرق. يعني لو انتوا حاطين ان اليوزر المفروض ياخد يبص لكم ارقام, فكده المفروض اصلا ان انا على طول كده هكول اللود موديل واديله ايه, بس طبعا هيكون ايه, انا هيكون كده.
تمام؟ ده لو انتوا اصلا مستنيين ارقام اليوزر. هل طب لو مش مستنيين ارقام، لو مش مستنيين ارقام بالتالي هتحتاجوا ان انتوا شويه تعملوا شويه بري بروسيسنج. يعني ايه بري بروسيسنج؟ اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه، ان انتوا تحولوا الى تاكل حاجه. فعشان نعمل بري بروسيسنج مثلا هنعملها فانكشن لوحدها. ازاي؟ اهي ديف تاخد اكس وبترجع لي حاجه معينه. فكل الحوار ان البري بروسيسنج دي هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها الكود اللي احنا لسه كاتبينه من شويه بالظبط، اللي هو لو عندي مثلا ديتا اهي، يعني مثلا حاجه زي كده. مثلا هل بس طبعا بدل الداتا فريم دي هتبقى اكس. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ انا معايا اكس اللي هي فيها خمسه فاليوز كذا وكذا 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 وكذا. كل الحوار ان انا عملت نفس البري بروسيسنج اللي انا كنت لسه عامله من شويه. مريت دي انا هناك كنت بدل اليو بواحد، فانا كده بدلت اليو بواحد. ومريت دي كنت هناك بدل الواي باثنين، فانا بديت الواي باثنين. نفس اللي انا عملته هناك بالظبط، وهكذا. هعمل نفس الكلام في الايدج بتاعي او نفس الكلام في الباقيين. بعدين البري بروسيسنج هريترن الداتا دي، هتريترن الاكس الجديده. بعد ما هترن الاكس الجديده المفروض هنا ان هنا هبدا اقول ايه x equal preprocess وبديها الاف بتاعي. اذا انا اخدت الفايل اللي انا قريته من اليوزر اصلا، عملت عليه preprocessing، وبعد كده طلعت الحاجه اللي هي عباره عن ارقام بس. بعد ما اعمل طلعت الارقام بس هوديها للموديل بتاعي وهو يطلع لي الاوتبوت. بعد ما اطلع الاوتبوت هيترن الاوتبوت ده. حلو. بس طب لو مفيش حاجه اصلا هيتعمل النوع العادي. بس فدي ده الشكل العام اللي هيمشي في الويب سايت بالظبط. تمام. المفروض اصلا ايه يعني الحوار ده يحصل ازاي؟ والله انتوا عندكم فايل جافا سكريبت، يعني فايل اتش تي ام ال وفايل جافا سكريبت. المفروض ان الفايل جافا سكريبت ده انتوا بتاكسسوا بوتن معين، ان هو يعني حاجه زي كده مثلا. ايه اللي بيحصل يعني؟ ده سودو كود الموضوع. ان انا البوتن دوت لما يتداس عليه هيروح يعمل لي بوست ريكويست، او بوست دوت اللي احنا لسه عم نشيكين عليه هنا. تمام. هيعمل لي بوست ريكويست، وهيعمل لي بوست ريكويست ايه اصلا؟ الاي بي اي اللي هو اسمه بريدكت، اللي هو هنا برده اهو. تمام. فهو كده هيروح للحل الاي بي اي اللي هو اسمه بريدكت، يعمل بوست ريكويست. والمفروض ان هو ايه معاه ديتا، معاه ديتا دي اللي هي الحاجه اللي انا خدتها من الفورم بتاعي. حلو. وهو مستني ان انا ارد عليه. فانا انا كده عملت الحاجات دي، فهو كده وصلت لحد الخطوه دي. بعد كده عملت بري بروسيسنج جديد، بعد كده عملت لود للموديل بتاعي. لود للموديل ازاي؟ ببيكل اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. تمام. كده طلع لي الاوتبوت بتاعي، كده طلع لي رقم. حلو. فالرقم دوت كل الحوار انا هرجعه، او ممكن اعمل بري بروسيسنج من عندي. اقول ايه يعني؟ هقول كده اف عشان بس ايه الموضوع يعني. كده انت هترجع له اليوزر يا زيرو يا واحد، فالحاجه دي مش مفهومه قوي. فانا كل الحوار اقول له مثلا اف اوت ايكوال زيرو، ريتيرن مثلا ايه نوت ابروف. هل else ريتيرن true. حلو. فانا كده اللي حصل ان انا ما عملتش ايه يعني، عملت بري بروسيسنج للداتا، وفي نفس الوقت الاوتبوت اللي طلع لي مش طلعه زي ما هو لليوزر، لا انا طلعت له كمان كلام مفهوم شويه. بس حد عنده مشكله حاجه دي؟ حد عنده مشكلة؟ هو عامة ده الكود باختصار. هو الفكرة إن إحنا بنعمل يعني كل الحوار إن أنا بعمل فرونت إند عادي. فرونت إند ده عبارة عن HTML و CSS و جافا سكريبت عادي. HTML عادي جاست يعني حاجة، هو input field باخده بس اليوزر. تمام. هنا مثلا أنا باخد خمسة input field ومعايا زرار، لما بدوس عليه بيحصل حاجة معينة. وبعد ما يحصل حاجة معينة طبعا الـ CSS ده اللي هو الستايل بتاع البيج ذات نفسها. والجافا سكريبت ببدا اكسس الزرار دوت، بقول له لما تدوس على الزرار ده يجي لك حاجه، اعمل بيها حاجه معينه. اعمل بيها حاجه معينه دوت انت بتقول الباك اند اصلا. تمام. لما بتقول الباك اند دوت هو بيكون حاجه اسمها اي بي اي اللي احنا اصلا مجهزينها هنا. اللي احنا مجهزينها مجهزين حاجه اسمها يعني بيج كده اسمها بريدكت، ما بتظهرش للناس بس انا بقدر اخد منها ديتا وبصيلها ديتا وكل حاجه. فهي بريدكت اهي،
باخد منها داتا اهوت الاول، وبعد كده بعمل عليها شويه بري بروسيسنج ولود للموديل بتاعي. اللود للموديل اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه ان انا معايا موديل عادي عملت له تريننج 4 ساعات بس اعمل له لود في ثواني، عملت له لود في ثواني اهوت، وبعد كده عملت بريدكشن عليه زي عادي، وبعد كده رجعت الاوتبوت بتاعه. وممكن ما ازود خطوه زياده ان انا بعمل البروسيسنج الاوتبوت بحيث ان يكون حاجه مفهومه وبس كده. حد عنده مشكله حد دلوقتي؟ انا كده خلصت على مثلا، لو حد عنده مشكله يسال. تمام كده اقفل ولا ايه الدنيا؟ هو كده فل. انت سجلت السيشن كامل؟ محمود عمده تاني سجل. ماشي عظيم، حلو قوي، عشان نعمل لها ابلود على اليوتيوب. تمام ربنا معاك. هو مثلا لو حد عنده مشكله يبقى يكلمني. حد عنده اي سؤال يا شباب قبل ما يمشي؟ ماشي اوكي خلاص يا كامل، شكرا جدا 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 ليك، كانت سيشن مفيده جدا يعني. ماشي سلام يا شباب.